السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من ربوك عشاء السيارات. احنا النهارده من داخل المنطقه الحره في بورسعيد، وتحديدا من داخل الاستثمار ومن احد المخازن اللي موجوده في الاستثمار، اللي المفروض ان بيكون معروض فيها السيارات اللي موجهه لاخواتنا ذوي الهمم، او اللي بنقول عليها في مصر سيارات المعاقين. النهارده باذن الله هفرجكم على العربيه كيا سول ل 2015. الفكره من التصوير النهارده هدفين: اول حاجه ان انتم هتشوفوا العربيات بره بتنزل بكماليات عامله ازاي، نفس العربيه بتنزل لنا عامله ازاي هنا في مصر بكماليات ايه واوبشن ايه وعوامل امان ايه، وبره بتنزل ازاي، والمقارنه هتبقى انتوا ليكم عشان تعرفوا ان احنا مظلومين. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، ان اخواتنا ذوي الهمم بيقصدوني دايما ان احنا عايزين نشوف العربيات اللي انت بتجيبها حالاتها ايه وكمالياتها ايه وسعرها كام، علشان يبقى ريفرنس ليهم، بحيث ان هم وهم بيشتروا يبقوا عارفين الحاله مقابل سعر بتكون عامله ازاي. لان انا شفت ان الفيديوهات القديمه اللي احنا عملناها قبل كده الناس بتبدا تاخد عليها مقياس. في نقطه مهمه حابب ان انا اتكلم فيها مبدئيا بالنسبه لحكايه السعر، هنقوله في اخر الحلقه ان شاء الله، ولكن الاسعار حاليا في زياده في كل حاجه، مش في العربيات دي بس، بسبب ان الاسعار بتاعه الشحن زادت واسعار الارضيات زادت، كل حاجه في زياده، والفتره الجايه كمان هيكون ازيد وازيد. فاللي اخد قرار بالشراء ومؤجل في اي حاجه، انا بنصحه ان هو يبدا يشتري حاليا، لان الاسعار هتزيد الفتره الجايه. ده رقم واحد. وطبعا ده راجع بقى الفتره بتاعه التوقف بتاعه الكورونا وضعف الامتدادات بتاعه المصانع، لان المصانع بتاعه العربيات في الاغلب بتكون مصانع تجميع. الاكسدامات دي بتيجي من شركات، الفوانيس بتيجي من شركات تانية، دوائر الكهرباء بتيجي من شركات ثالثه، وبيبداوا يجمعوا. بالنسبه للشركات اللي بدا انتاجها ان هو يضعف بسبب تسريح بقى العماله وبسبب اصابات كورونا وبسبب فتره التوقف، فالانتاج فيه لخبطه. فلخبطه الانتاج دي معليه الاسعار، لان دلوقتي بقى في طلب ومفيش عرض كافي ليه، فبالتالي الاسعار زادت. فالنصيحه ان انت لو في اي مجال، مش شرط العربيات دي بس، العربيات العاديه حتى، قطع غيار، زيوت، فلاتر، اي حاجه، حاليا انا جاي لاخبار ان الاسعار الفتره الجايه فيها زياده كبيره. فوالله ان انا حبيت ان انا اسرب لكم المعلومه، بحيث ان انتم لو انتم اخدين قرار للشراء ومأجلين، حاول ان انت تشتري حاليا. طيب خلينا مبدئيا نبدا نتفرج على العربيه اللي معانا النهارده. هي العربيه كيا سول 2015. العربيه دي كامله كل حاجه، كامله كل حاجه، بمعنى ان هي مبدئيا هنبدا اول حاجه اللي هي البصمه. والبصمه دي زي ما احنا عارفين اللي بيكون المفتاح في جيبك، اللي هو الدخول السهل. انا بقرب من العربيه بدات تفتح، تمام. طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده فتحت دون مفتاح، طالما المفتاح في جيبك. طبعا خلينا نبدا في الشكل الخارجي اول. زي ما احنا شايفين هنا كده العربيه دي بشنط 18 بوصه، كاوتش 235 45 18. في هنا لقطه حلوه قوي هفرجها لكم، حاول ان انت تقرب معايا بالكاميرا. لو تلاحظوا ما تلاقي الكاوتش هنا انتاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، انتاجه هنا 21. لاحظوا يعني حتى العربيات الزيرو بتنزلها حاليا ما بيبقاش انتاج الكاوتش بتاعها 21. دي انتاج الشهر واحد، او اللي هو الاسبوع الثالث من الشهر الاول لسنه 21. طبعا حاجه جميله، وتخيل عربيه مستعمله جايه من بره انتاج الكاوتش بتاعها 21. المهم زي ما احنا شايفين هنا كده، طبعا المقابض النيكل كروم، البصمه، الكاوتش هنا او الجنوط اللي هي اللونين التوتون. وابدا بقى لاحظ معايا في الحته الفنيه بتاعتنا. انتوا عارفين ان انا فني، والمفروض ان انا بفرز العربيات دي او بشتريها لاخواتنا ذوي الهمم. تعالى بقى بصوا هنا كده، هتلاقي العربيه دي هنا في زي ما شايفين ستيكر كده، شايفين الستيكر ده؟ الستيكر ده وجوده بيقول ان العربيه دي مش رش حاجه، يعني مفيش عليها بويه، يعني العربيه دي انا فرستها بالكامل مفيش عليها جرام بويه. ودي من الشواذ شويه، لان المفروض العربيات دي بتيجي في الاغلب عليها دهان، او بتبقى اخذه طبقه دهان. بغض النظر عن الحوادث، الحوادث قصه ثانيه، انا بتكلم هنا بتبقى اخذه طبقه دهان خارجي، لان العربيه دي شركه. لاحظوا هنا كمان العربيه دي السقف بتاعها بانوراما، مش مساله فتحه سقف بس، لا، السقف بانوراما بالكامل، سقف كله زجاجي، تمام. طبعا زي ما شايفين هنا الكاميرا الخلفيه، الشنطه بتاعتها، طبعا باين الحاله بقى بتاعت الاستخدام بتاعت العربيه، شكلها ما شاء الله، تمام. الجنب الثاني بتاعنا الاضاءات بقى، الفوانيس اللي هي الكبيره الكريستال دي. العربيه عربيه مرغوبه ومحبوبه، وعربيه تعتبر شبابي. العربيات الكيا سول الشكل ده يعتبر شبابي. طيب خلونا نبدا ندخل جوه العربيه بقى ونتفرج على الفرق، لان الخارجي يمكن الفروقات مش كبيره قوي، يعني فتحه السقف، البانوراما، البصمه، مش عارف ايه، مفيش فروقات كتير. الفوانيس الاماميه بيكون فيها اضاءات ليد، هفرجها لكم دلوقتي، ولكن اللي يهمني بقى الداخلي. ليه الداخلي؟ تعالى اتفرج معايا، نفتح الفلاش. مبدئيا اول حاجه بندخل، البيبان عندنا زي ما احنا شايفين هنا تو تون، الباب فيه لونين، وطبعا كل ده جلد، تمام. مرايات اللي الضم، ونلاقي عندنا اول حاجه الكرسي بتاع السواق كهرباء بالكامل، ودعم قطنيه كهرباء زي ما احنا شايفين هنا كده، تمام. والطلوع والنزول بتاعه اهوت، تمام، والظهر بتاعه، تمام. ونبدا ندخل بقى جوه الصالون بتاع العربيه. اولا هنا في عندك سخان للمقود،
تمام. هنا التحكم في ارتفاع الاضاءه بتاعه العدادات، وهنلاقي هنا كمان الاضاءه الداخليه. هفرجها لكم دلوقتي واحنا جوه. دلوقتي هنبدا ان احنا ندور العربيه. زي ما احنا شايفين هنا زرار البصمه ده، تمام. ماشي، ابدا بقى اتفرج معايا. المقود هنا التلسكوبك، تمام. طيب هنلاقي هنا المقود بتاعنا فيه تحكمات كامله بلوتوث، وفي هنا عندنا كمان اوامر صوتيه. هنلاقي هنا من الجنب الثاني كمان في هنا المود اللي هنا بنقدر نتحكم فيه بالتقل ونعوميه الدركسيون نفسه. شايفين في هنا كومفورت وسبورت ونورمال، تمام. ده بيتقل الدركسيون، يعني هنا لو احنا جينا هنا على الكومفورت مثلا هنلاقي هنا بصبعي الدركسيون بيلعب اهو. هنلاقي هنا الاضاءه بتاعتنا فيها اوتو زي ما شايفين هنا كده، فيها حساس اضاءه. هنيجي هنا بقى للمنطقه الوسطيه اللي هي فيها الاختلاف الاكبر. هنلاقي هنا شاشه العرض بتاعتنا، وطبعا هنلاقي هنا كمان كاميرا رجوع للخلف وحساسات خلفي زي ما شايفينها هنا كده. هنلاقي هنا كمان غير شاشه العرض دي، هنبدا ننزل هنا على المنطقه بتاعت التكييف. هنلاقي هنا تكييف تاتش بالكامل، التكييف بتاعها ما شاء الله قوي زي ما شايفين هنا كده اهوت، والتكييف برده اوتوماتيك. هنلاقي بقى نقطه التميز بقى، الحاجات اللي هي الجميله بقى. هتلاقي هنا في تسخين كراسي بثلاث مراحل، وهنلاقي هنا كمان تبريد، والتبريد دي بقى اللي تحفه. دلوقتي الكرسي اللي تحت مني دلوقتي مكيف برده هنا اهو. هنلاقي هنا التسخين، والتسخين هنا زي ما قلنا ثلاث مراحل، والتبريد برده ثلاث مراحل. طبعا حكايه بقى التبريد، فانتوا شايفين الفتحات الناعمه الصغيره اللي موجوده هنا في الجلد بتاع الكرسي دي بتطلع لك هواء بارد، فطبعا بتبقى جميله قوي في الحر اللي احنا عايشين فيه. في عندك هنا كمان اكتف ايكونومي، زرار هنا بيفعل ايكونومي اضافي. هنلاقي هنا كمان عندنا تحكم فتح وغلق نظام الثبات الالكتروني الكامل او مانع التزحلق، كل العلامه بتاعته هنا وبتظهر هنا في العدادات. النظام ده بقى بيفيد بايه؟ النظام ده يا جماعه ممتاز جدا وجميل جدا، ومش موجود الا في العربيات العاليه قوي. النظام ده بيروح جاي العربيه لو لا قدر الله عومت منك، اتزحلقت، حصل فيها التفاف، حصل فيها اي اهتزاز في البدن، العربيه بدات انها زي ما بنقول كده بالمصري بتعوم منك. ده بيروح عامل ايه؟ بيروح على طول بادئ ان هو يلم العربيه، يفصل تحكمك فيها، ويبدا ان هو يرجع العربيه تاني تمشي في عدلها تاني. فطبعا ده بيمنع حوادث كتير. والنظام ده عشان يكون متفعل فده بيكون تحت منه انظمه كتير قوي موجوده، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، هيل اسيست. بيكون في كمان زي ما قلنا الاي اس ار او اللي هو نظام الثبات الالكتروني الكامل او الاي اس بي. ده بيكون في جهاز جوه العربيه بيحس بالخلل بتاع التوازن، وبيحاول ان هو يعدل توازن العربيه عن طريق ان هو يفرمل العجلات بحيث ان هو يعدل العربيه في اتجاهها المظبوط. نبدا بقى نكمل في الكماليات بتاعتنا المميزه قوي. هنلاقي هنا المرايه التعتيم زي ما احنا هنا شايفين كده، الحساس بتاعها اهوت، وهنا المرايه التعتيم. هنلاقي هنا في كاميرا اماميه، طبعا هم مخلعينها دلوقتي عشان جمارك. هنلاقي هنا كمان الفرش الاسود زي ما شايفين هنا كده، تمام. هنلاقي هنا كمان الاضاءه، المرايات بتاعتنا، تمام. هنلاقي هنا كمان الاضاءه هنا ليد، وهنلاقي كمان في اضاءه ليد في الجنابه اهيت شايفينها، تمام. طيب كماليات كتير جدا، وهنلاقي هنا كمان الاضاءه زي ما شايفين هنا كده، الاضاءه اللي موجوده تحت هنا في مش عارف هي باينه معاكم ولا لا. السماعات هنا بيكون فيها اضاءه، والاضاءه دي بتبقى مرتبطه مع البيز، بتتغير اضاءتها مع البيز او بتتحكم انت فيها. هنلاقي هنا كمان الابواب نفسها كمان فيها هنا اضاءه اللي هي الامبيانت لايت او الاضاءه المحيطيه الداخليه. هنلاقي كمان هنا كمان الدرج بتاعنا في اضاءه، وفي مكان هنا للكتالوجات بتاعه العربيه، سماعات هنا علويه. العربيه ما شاء الله يعني هي طبعا المنظومه الصوت بتاعتها بتكون ست سماعات. العربيه من ناحيه الكماليات طبعا حدث ولا حرج. من ناحيه عوامل الامان احنا قلنا النظام الثبات الالكتروني، وعندك كمان ستة ايرباج. لاحظوا هنا كده في هنا ايرباج اهوت، اثنين ايرباج في القوايم واثنين ايرباج في الكراسي برضه هنا هم شايفينهم هنا كده الايرباجات بتاعت الكراسي، وطبعا مع الاثنين ايرباج الامامي اللي هنا للسائق والراكب الامامي طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده. طيب فرش الجلد اللونين شايفينه انتوا اكيد اللي هو اللي فيه تطريز ده، تمام. لاحظوا كمان الكنبه الخلفيه فيها هنا تسخين اهو، شايفين هنا التحكم بتاعه اهوت، تمام. في مخدع خلف وسطي كمان، في هنا الاضاءه الليد دي والفرش الاسود، وفي عندك كمان هنا فتحه السقف البانوراما بالكامل زي ما احنا شايفين هنا بتدي اضافه جميله قوي للعربيه. وفي عندك كمان كاميرا خلفيه، يبقى في العربيه فيها كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، دول لتسجيل الطريق غير كاميرا الرجوع للخلف. كاميرا الرجوع للخلف دي حاجه ثانيه خالص. عربيه ما شاء الله حاله، عربيه ما فيش فيها بويه،
عربيه من الحالات الشاذه، لان خلي بالكم انا ما بقتش الاقي زي زمان حالات كويسه. يعني دلوقتي بما ان دلوقتي الموضوع بتاع الجوابات بتاعه الاعاقه اتفتح كتير عن الاول، لان دلوقتي بقى مسموح للمعاق، كان الاول الاعاقه الحركيه بس، انما دلوقتي بقى فيه المسموح بالاعاقه الذهنيه والاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه، من حقهم ان هم ياخدوا عربيات. لو عايزين نتكلم في الموضوع ده اكتبوا لي، وانا باذن الله في التعليقات وانا عامل لكم حلقه خاصه عن مين اللي يستحق عربيات دلوقتي، او مين اللي مسموح ليه ان هو يستلم عربيات اللي هي بنقول عليها المعاقين. فبما ان دلوقتي بقت الجوابات كتير، وعدد السيارات اللي بتيجي اصلا، اغلب العربيات دي بتيجي استعمال كوريا الجنوبيه، فالعدد محدود، فبقى دلوقتي صعب ان انت تلاقي حاله كويسه. فلذلك انا بصور لكم العربيه النهارده، لان العربيه بتاعت النهارده دي حالتها عجبتني، مفيش فيها بويه، مفيش فيها خبطات، كماليات كامله، اوبشن كامل، عوامل امان كامله، العربيه فعلا عجبتني. وطبعا حاله الموتور ما شاء الله حدث ولا حرج، موتور زي ما احنا شايفين واقف مستقر اهوت، مفيش فيه حاجه، العادم بتاعه ممتاز، مفيش فيه لا بياكل زيت ولا ولا ولا. العربية عجبتني عشان كده بصورها لكم. طيب اخر حاجه بقى، سعرها كام؟ العربيه دي احنا جايبينها النهارده ب 220000 جنيه. طبعا الناس هتقول لك دي غاليه، هي نفس الحاله دي خارج مجال المعاقين بتعمل 300000 جنيه، ومفيش فيها الكماليات دي، يعني مفيش فيها الاوبشن العالي ده ولا عامل الامان دي، يعني هي بتنزل لنا في مصر فاضيه خالص. لذلك انا حتى يعني حبيت ان انا اصورها لكم عشان انتوا نفسكم تقارنوا ما بين الكماليات وعامل الامان اللي بتنزل لك في مصر غاليه جدا، وما بين ان هي بتنزل بره بتبقى ارخص كتير. العربيات زي ما قلنا ان هي غاليه حاليا بسبب المصاريف بتاعه الشحن الزياده، وبسبب ان بقى المعروض اقل من المطلوب، مطلوب دلوقتي عربيات كتير والمعروض قليل، فبدا طبعا ده الدروب ده اكيد ان هو بيرفع السعر. بالتالي كده انا فرجتكم على العربيه كل حاجه فيها مبدئيا يعني، وكمان قلت لكم على سعرها، تقدروا انتوا تقارنوا نفسكم. لو انت حابب ان انت تشتري عربيه بنفس الحاله دي ومعاك جواب اعاقه ومعاك الجواب بتاع السياره، ممكن انت تتواصل معايا من خلال الرقم اللي تحت الفيديو، الرقم 010 20 86 07 86، وانا بساعدك في ان انت تحصل على عربيه زي دي، وطبعا بباقي الموديلات باشكال تانية كتير. المهم ان انا بحاول ان انا باذن الله اجيب لك احسن عربيه باحسن سعر كقيمه مقابل سعر. ممكن تكون العربيه ثمنها زياده شويه، ولكن مقابل القيمه بتاعتها فهي ارخص بكتير من انك تجيب عربيه رخيصه وتبدا ان انت تلاقي فيها مشاكل كتير او تلاقيها ناقصه كماليات. العربيات دي انتوا عارفين ما بتقدرش ان انت تغيرها الا بعد 5 سنين، فالاحسن ان انت تجيب احسن كماليات. في مثل كده مصري دايما بيقول ان عشقت اعشق قمر، فبنحاول ان احنا نجيب لكم القمر دايما. اشوفكم باذن الله على خير في سيارات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه، سلام عليكم.